السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكم في مجموعة من الفيديوهات الجديدة في الباثولوجي والاناتومي. بس طبعا النهاردة ان شاء الله هيبقى اول فيديو ده خاص بالباثولوجي. المجموعة هتبقى بالعربي للطلبة، طبعا الوطن العربي وطلبة العرب عموما. يعني في ناس كانوا يعني بعتوا لي رسائل بالنسبة للاخر كام فيديو نزلتهم كانوا باللغة الانجليزية، فقالوا يعني احنا المفروض القناة محتوى مقدم للطلبة العرب وكده. طبعا يعني مش هخص القناه لحاجه معينه، بس هي طبعا اساسي طبعا للطلبه العرب. وهبدا انزل نفس المحتوى بس باللغه الانجليزيه، يعني نفس الفيديو اللي هنزله باللغه العربيه للطلبه العرب هنزله برضو ان شاء الله باللغه الانجليزيه بنفس المحتوى. واتمنى ان شاء الله يعني تستمتعوا بالمجموعه الجديده دي وتستفيدوا منها، واتمنى لكم مشاهده سعيده ان شاء الله. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على موضوع مهم جدا في الباثولوجي عندكم، اللي هو الانفلاميشن. طبعا كلمة انفلاميشن دي معناها التهاب، تمام؟ طب يعني ايه كلمة التهاب دي بالعربي كده عشان نفهم برضو؟ التهاب ده معناه ان في استجابة الانسجة الحية لجسم غريب دخل في وسطها، ماشي؟ يعني في بين الانسجة الحية بتاعتنا دخل ايه، شيء غريب او جسم غريب. طيب فالتعريف بتاع العلم عامل ازاي؟ يقول لك ايه ديفينيشن، التعريف بتاعه يعني ده عباره عن لوكال رياكشن اوف فاسكولارايزد ليفنج تيشو. خلي بالك من كل حاجه من دول ليها ايه، ليها حاجه مهمه عايزين نتكلم عنها. تو ان انجوريوس ايجنت provided that the stimulus is not so strong to cause immediate cell death. ايه الكلام ده؟ اولا ده لوكال رياكشن، يعني ايه؟ هيبقى طبعا الاستجابة اللي هتحصل دي في مكان دخول الايه، الجسم الغريب، فهو لوكال رياكشن في مكان دخول الايه، الجسم الغريب ده. طب مين اللي هيعمل الرياكشن ده؟ فاسكولارايزد ليفنج تيشو، يعني يكون نسيج حي وبيحتوي على كمية كويسة جدا من البلاد فيسلز او الاوعية الدموية. كلمة فاسكولارايزد يعني بيحتوي على ايه، كونتين بلاد فيسلز. طب مش معنى البلاد فيسل مهتم بيها، ليه بيهتم قوي بموضوع البلاد فيسل ده؟ لان الخلايا المناعية بتاعتنا او الاستجابة المناعية بتاعتنا تيجي عن طريق الدم ده، فكل ما كان كمية الدم اللي موجودة او كمية التغذية الدموية للمكان اللي هو المصاب ده او اللي دخل فيه الاستيمولس ده كويسه، كل ما الاستجابه كانت سريعه وكويسه جدا. كل ما كانت قليله كل ما الاستجابه كانت بطيئه، وكانت ايه، التفاعل اللي هيحصل او الاذى اللي هيحصل نتيجه الايرتنت اللي دخل ده يبقى ايه، عنيف جدا. طيب يبقى ده لوكال رياكشن في مكان دخول الجسم الغريب. اوف فاسكولارايزد ليفنج تيشو، طبعا لازم يكون النسيج حي، وطبعا لو النسيج ميت مفيش استجابه خالص، تمام. to an injurious agent. كلمة injurious agent اللي هو الجسم الغريب اللي بتكلم عنه ده، ممكن نسميه مثلا injurious agent، أو ممكن نسميه stimulus مثلا طبعا، أو ممكن irritant أو حاجة مهيجة يعني ماشي دخلت في إيه، في قلب الإيه، الأنسجة دي، تمام. بس بشرط provided that the stimulus is not so strong، ما يكونش قوي جدا لدرجة إنه ممكن يعمل إيه، cause immediate cell death، إنه يعني يموت الإيه، الأنسجة والخلايا بتاعتنا. يعني ما يجيش مثلا الايريتنت او مثلا جسم غريب دخل موت كل الايه، الانسجه اللي حواليه خلاص كده. طب هيحصل فين الرياكشن اللي هيحصل؟ الاوعيه الدمويه كلها اتدمرت، الخلايا كلها اتكسرت، خلاص ما عادش في اي رياكشن هيحصل منه. يعني مين اللي هيحاربه؟ واحد دخل معاه مثلا سلاح وراح موت كل الناس اللي موجوده، خلاص مين اللي هيحارب ضده؟ ما فيش حاجه تحارب ضده، تمام. بس انا عايز اوضح حاجه، ان يعني مثلا لو في حاجه زي كده، مثلا بصوا الصوره دي، ده بلاد فيسل مثلا موجود وحواليه خلايا بالمنظر ده، وهنا مثلا مكان دخول الايه، الجسم الغريب ده، هو في المنطقه دي، هو الجسم الغريب دخل هنا كده في الحته دي، ماشي ده. وبعدين طبعا بيطلع نوع من السموم كده او اسمها توكسينز، ماشي تمام. السموم دي بتعمل ايه؟ قال لي طبعا انت بص اقول لكم حاجه، ممكن تموت خليه او اتنين او تلاته من اللي حواليه في مكان دخوله، بس مش كل الانسجه. يعني برضو احنا لما نيجي نتكلم على العمليه بتاع الانفلاميشن دي، يقول لك مثلا ايه، الهدف منها التخلص من الانسجه الميته او الخلايا الميته. هتقولي تيجي تقول لي طب ما انت قلت في الاول ان الاستيمولس ما بيموتش الخلايا. ما بيموتش النسيج كله، ماشي، ما النسيجه المكان اللي دخل فيه ده كله ما يتدمرش، يبقى فين الرياكشن اللي هيحصل؟ انما ما يمنعش ان في مثلا خليه او اتنين في المكان دخوله بتتدمر، مثلا خليه هنا مثلا في مكان دخوله نفسها، هي اصلا الحفره اللي عملها دي خلايا ماتت، تمام. انما بقيه الانسجه عامله زي حواليه موجوده، وفي تفاعل هيحصل، وفي دم، وفي خلايا دم بيضاء هتطلع من قلب البلاد فيسل ده وتطلع له ايه، تتخلص او تتخلص منين، من الجسم الغريب ده. فهو ده الايه، الموضوع او التعريف بتاع عمليه الايه، الانفلاميشن. فتاني نعرفه كده، لوكال رياكشن، خلاص تمام، هيحصل في مكان دخول الايه، الجسم الغريب. طب اللوكال رياكشن ده نتيجه ايه، بيحصل فين؟ في فاسكولارايزد ليفنج تيشو، ادي ليفنج تيشو موجود اهو زي الفل، وفي بلاد فيسل موجود اهو، تمام.
طب الرياكشن ده كله نتيجه يعني ضد مين؟ ضد الجسم الغريب اللي داخل، اللي هو اسمه الايه، قلنا الايريتنت او الايه او الاستيمولس ده. وبعدين بس قلنا بشرط ان الجسم الغريب ده ما يكونش قوي جدا لدرجه ان يموت كل الانسجه الموجوده دي. طب عمليه موت الانسجه دي كلها اسمها ايه؟ اسمها نيكروزيس. دي بقى درس تاني ان شاء الله هنتكلم عنه، ان في حاجه كده درس تاني او حاجه شبه الانفلشن اسمها ايه؟ اسمها نيكروزيس. ماشي ده. طيب بس ده بقى ايه نتيجه بقى برضه نفس الكلام، بس ايريتنت قوي جدا، يعني ايه نيكروزيس؟ ديث اوف سيلز. ماشي نتيجه ايه؟ برضه ستيمولس، بس هنا الاستيمولس هيبقى سترونج، ماشي، انه يدرج لدرجه ان يموت كل الايه الانسجه. طيب ده بالنسبه للايه، لتعريف او ايه هو ايه هي عمليه الايه الانفلاميشن دي. تمام. طيب نيجي بقى كده يقول لك طب ايه الهدف من العمليه دي؟ يعني ليه بيحصل؟ ليه ربنا عمل الميكانيزم ده في جسمنا؟ ليه لما جسم غريب بيخش جسم يتفاعل معاه بالعمليه بتاعت الانفلاميشن دي؟ اول حاجه اتخلص من الايريتنت، ماشي، اللي هو الكوزيتيف ايجنت نفسه، اذا كان بكتيريا ولا فانجس ولا فيروس ولا غيره. ماشي. احنا قلنا لما بيدخل الجسم الغريب ده بيطلع سموم، توكسنز. ماشي، الجسم يتخلص من التوكسنز دي. ماشي ماشي. اليمينيت الايه دايليوشن اوف توكسين، يعني ايه؟ بيطلع كميه سوائل من الدم كده تخف عمليه الايه السموم دي وتقل من التاثير بتاعها. حاجه تانية، الانسجه اللي اتدمرت دي طبعا لما الايريتنت دخل موت خليتين ثلاثه كده ولا بتاع، او في دمر جزء من الانسجه، فبيبدا الانفلاميشن ده لما بيخلص بقى الجسم من الكوزيتيف ايجنت ده او الايريتنت الموجود ده ويخف السموم دي كلها. تمام كده. يبدا بقى الايه، نبدا نبني المنطقه الجديده. ما ينفعش ابني بيت على خرابه. ماشي تمام كده. ما يبقاش في مثلا حاجات مكسره وطوب مكسر وبتاع وابدا ابني عليه، لا طبعا. ماشي، لازم اشيل كل الكلام ده كله، انضف الارض خالص، وابدا بقى ابني بقى الايه الانسجه الجديده الايه بتاعه الايه الجسم اللي هي اتدمرت دي. ده بالنسبه للايه، للهدف من عمليه الايه الانفلاميشن. يبقى eliminate الكوزيتيف ايجنت، dilute toxins، prepare tissue for repair. repair ده اللي هو الايه، بناء الانسجه من اول وجديد اللي هي ايه اتدمرت. طيب بعد ما عرفنا تعريف الانفلاميشن، الديفينيشن اوف انفلاميشن، ايم اوف انفلاميشن، ايه الهدف منه، تمام كده، دلوقتي عايز اعرف طب ايه اللي ممكن يعمل انفلاميشن، يعني الاسباب بتاعته، يعني ايه اللي يعني ايه يعني دلوقتي قلت ايه، في حاجه اسمها انجوريوس ايجنت او ستيمولس او ايريتنت. ايه نوع الايريتنت ده؟ قال لي ممكن يبقى فيزيكال، كيميكال، انفكتيف، ماشي، او اميونولوجيكال. تعالوا كده مع بعض نشوف حاجه حاجه كده. ايه الحاجات دي؟ فيزيكال يقول لك هيت، برضه حاجه غريبه قوي، هيت، كولد، راديشن، ميكانيكال تروما، كيميكال بويزونز، اورجانيك اند ان اورجانيك بويزونز، بويزون، انفكتيف ايجنت زي بكتيريا، فيروس، ماشي، ممكن فانجس، فطريات مثلا، باراسايت، طفيليات، او انتيجين اند انتي بودي، انتي بودي رياكشن زي ما هنتكلم كل دلوقتي. تعال نشوف مع بعض ايه الحاجات دي. بص معايا كده. بالنسبه لاول حاجه الفيزيكال، يعني مثلا ايه الفيزيكال ده؟ حاجه مثلا زي الهيت، الحروق، ماشي، او واحد بيتعرض للحرق، شوف المنظر عامل ازاي، ايه اللي حصل ده؟ ده انفلاميشن. يبقى مين الايريتنت هنا او الاستيمولس؟ هي مين دي؟ الحراره او الايه النار اللي هي حرقت الايه الرجل دي كلها. ماشي تمام كده. دي ايه هيت. طب مثال بسيط جدا، لما تيجي الحاله سخنه ولا بتاع، او بتكوي مثلا هدوم ولا كده، المكوى نفسها لما تيجي تلسعك، ده يعتبر تلاقي ايدك احمرت وبتاع، حصل انفلاميشن. تمام كده، هيت، يبقى ده برضو فيزيكال. تمام كده، يعني من احد اسباب الايه ممكن تعمل ايه انفلاميشن. ايه تاني؟ كولد. طب الساعه ممكن تعمل، ايوه، دي كده حاجه بيسموها فروست باي، فروست بايت. ايه الفروست بايت ده؟ الناس اللي بيعيشوا في الدول اللي هي اللي فيها جليد ديت وبتاع. تمام كده. طبعا يبقى ليه في لبس مميز بيتلبس، وجوانتيات معينه كده، طبعا مش زي اللبس اللي احنا بنلبسه هنا ده طبعا في الشتاء والكلام ده، لا هم طبعا عندهم درجات الحراره منخفضه جدا، يعني لدرجه ان بيقول لك بص درجه الحراره المنخفضه دي ماشي ممكن تدمر الانسجه نفسها. شوف المنظر عامل ازاي، بتجمد الانسجه وتموتها. ده بيسموه الايه، ده يعتبر اهو اللي حصل ده كله انفلاميشن حصل اهو، لدرجه انه في اجزاء من الانسجه ماتت. شوف المنظر عامل ازاي. ده برضو ايه الكولد، يعني مثلا ما تجيش تقول لي حط ايدك في الفريزر مثلا، ده كده ده يعني ايه، لو شفت ايدك مثلا او مسكت حته تلجة في ايدك لفتره طويله هتحصل المنظر ده. ده برضو ايه بالنسبه برضو الايه من ضمن اسباب الايه الانفلاميشن الكولد. ماشي. ايه تاني؟ طبعا مش اي ساعه طبعا، ده انا بتكلم على الفريزنج طبعا زي ما شايفين كده. إيه الاشعاع، الراديشن او الراديشن نفسه. تمام كده. دي برضو بالنسبه للناس اللي هم يعني طبعا يكتب احنا هقعد مثلا جنب مفاعل نووي مثلا ولا هعمل، لا طبعا مش قصدي كده، انا قصدي زي الناس اللي هو مرضى السرطان اللي بياخدوا علاج اشعاعي،
بتلاقي مثلا مكان التعرض نفسه للاشعاع ده بيعمل برضو نوع من الالتهابات كده في الجلد زي ما انتم شايفين، ده برضو نوع من الراديشن او الايريتنت اللي ممكن يعمل انفلاميشن فين في المنطقه بتاع تعارض الاشعاع نفسها. وطبعا زي ما انتم سمعتوا قبل كده في اللي هو القنبله الذريه بتاعت هيروشيما وناجازاكي وبتاع، يعني برضو كان ايه، كان في ناس حصل لهم مشاكل كده في جسمهم نتيجه التعرض للجرعات العاليه جدا منين، من المواد المشعه دي او الاشعاع ده. ماشي، ده برضو ايه بالنسبه للاسباب بتاعت الايه الفيزيكال بتاع كده. ممكن كيميكال، يعني لو معلش واحد جه عليه ميه نار، ماشي طبعا هتحرق ايده والمنظر ده طبعا، يعني حاجه صعبه عامل زي البرن بالظبط، حرق يعني. تمام، ده بالنسبه لايه للحاجات اللي المواد الكاويه دي، الكوستيك ماتيريال والكلام ده كله، ممكن تعمل حاجات زي كده بسيطة قوي. حاجة مثلا دخلت في عينك، مثلا انت لما بتغسل وشك ولا الصابون دخل في عينك بتلاقي عينك بالمنظر ده، دي كيميكال اريتيشن وحصل اهو. تمام، يعتبر اريتنت، وتلاقي العين احمرت وبتاع. ايه الاحمرار ده؟ بلاد فيسلز دي كلها تمام بدأت تتوسع وبتاع، عشان الجسم تحاول العين تتخلص من الايه، من الاجسام الغريبة او الحاجات الغريبة اللي دخلت ايه، دخلت فيها دي. تمام، ده برضو بالنسبة للايه، للكيميكال كوزز. ماشي، يبقى احنا قلنا في فيزيكال، هيت، كولد، الراديشن او راديشن، ماشي تمام، وقلنا كيميكال ماتيريال زي مثلا مواد كاويه زي ميه النار او صابون دخل في عينك ولا بتاع، كل ده بيعمل ايه، بيهيج الانسجه وبيعمل نوع من الايه، انفلاميشن. طيب في حاجه تانية ممكن تؤدي الانفلاميشن، ايوه ممكن مثلا الالتهابات فيروسيه، فيروس يعني ده حاجه مشهوره جدا، هو الكومون كولد فيروس، ماشي، او دور البرد او الفلو اللي بيحصل لنا ده، او الدور البرد ده كولد اللي هو الكومون كولد، ماشي، ده برضو من نوع منين، من طبعا تلاقي رشح وبتاع وسخونيه، طبعا كل ده ايه نتيجه، ده تعتبر نوع من الايه، من الانفلاميشن. حاجه تانية ممكن فانجس، فطر، حاجه اسمها الكانديدا، كانديدياسيس، دي كده الالتهابات الفطريه بتيجي فين، بتيجي طبعا في حالات زي مثلا مناعته قليله شويه، وبتبقى تيجي فين، في مشهوره قوي في الاطفال، بتيجي كده على لسانه بقع بيضه كده وحاجات زي كده، دي ايه كلها التهابات فطريه بتحصل، ده نوع من الايه، من الفطريات، ماشي، ده فانجس. طبعا في امثله كتيره جدا، اقول مثال ايه، الامثله سهله شويه يعني. ممكن تبقى بكتيريا، مش البكتيريا تخش الجسم ده زي النوع ده، ده انه حاجه اسمها الدمل، طبعا ده مشهور قوي موضوع الدمل ده، بتلاقي كده ايه حاجه بارزه كده او زي البالونه كده او فوقيها كده طلعت في بقك كده او في وشك، ماشي، ده اسمه بويل او دمل يعني. او خراج، ابسس، ماشي، ده برضو ايه، دي بكتيريا الايه، انفكشن. يبقى هنا بكتيريا، ممكن فيروس زي بتاعت الكومون كولد اللي قلناها شويه، ممكن بكتيريا تعمل دمل ولا خراج ولا بتاع، ماشي. طبعا في امثله تانية بس انا بتكلم على ايه، الحاجات المشهوره يعني. ممكن طفيليات، باراسايت، يعني مثلا في حاجه اسمها الليشمانيا زي ما انتم شايفين كده المنظر، بتعمل قرح كده في الجلد، ده نوع من الامراض بينتقل عن طريق نوع كده من الحشرات اسمها الساند فلاي، اللي هي الايه النوع ده من الحشرات، ماشي، بيعمل قرح كده فين في الجلد، ده برضو يعتبر نوع من الانفلاميشن. في مثلا الملاريا تمام كده برضو، ده نوع من الانفكشن بيحصل في جسمنا، الناموس بينقله بيخش يدمر كرات الدم بتاعتنا، الطفيلي نفسه بيخش جوه كرة الدم ويدمرها. في مثلا حاجة زي الاسكاريس، حاجة ده نوع حاجة سيئة جدا يعني، بتلاقي زي ديدان كبيرة جدا موجودة فين، في الجهاز الهضمي بتاعنا، بص منظر الأمعاء عاملة ازاي وهم فاتحينها ومطلعة الدود بتاعها ده، بتوصل لمرحلة ان بتوصل ان تطلع من بق العيان ومناخيره زي ما انتم شايفين كده منظر، لدرجة ان في ناس بيفتكروا ان هم ملبوسين بعفاريت وبتاع، يجي يقول لك انا بيطلع من مناخيره ومن بق تعابين، ماشي، وهي اصلا اسكاريس هو طبعا اهله تعابين تطلع من مناخيرك وبقك وبتاع، فطبعا ده مجنون يعني، فيبداوا بقى ايه يودوه بقى ايه يقروا عليه ويطلعوا العفاريت اللي عنده، طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط طبعا، دي كلها ايه اسكاريس انفكشن، ماشي، نوع من الديدان كده برضو باراسايتس. ده يعني ده ايه نبذه. طبعا في حاجه بقى اسمها ايه انتيجين انتيبودي رياكشن، يعني في اجسام غريبه بتخش في الجسم مثلا نوع من البروتينات معين كده، يبدا الجسم يطلع ضده حاجه اسمها جسم مضاد، يعني الجسم الغريب ده بيسموه انتيجين، ماشي، والجسم يطلع له حاجه اسمها جسم مضاد او انتيبودي، والانتيجين مع الانتيبودي ده يعملوا حاجه اسمها انتيجين انتيبودي كومبلكس، يبدأ الكومبلكس ده ايه، طبعا بقى دلوقتي بقى داخل في الجسم، دخلوا ايه قلنا الجسم الغريب اللي دخل اسمه انتيجين، طبعا هناخد الكلام ده في المناعة ان شاء الله. الانتيجين ده الجسم كون ضده حاجة اسمها انتيبودي، الانتيجين مع الانتيبودي عملوا حاجة اسمها كومبلكس كده في الدم اسمه انتيجين انتيبودي ايه كومبلكس،
يبدا الكومبلكس ده هو ده بقى الايريتنت نفسه، يبدا يترسب في الكلى، يترسب في انسجه تانية، يبدا يعمل تفاعلات ايه التهابات في الاماكن اللي هو ايه بيدخل فيها ايه ويترسب فيها دي. ده بالنسبه لنبذه سريعه كده عن الايه، عن الاسباب بتاعه الايه بتاعه الانفلاميشن. طبعا مش كل الاسباب، طبعا اقول بعض الاسباب او الحاجات المشهوره الخاصه بالايه بالانفلاميشن. طيب حاجه تانية، ايه انواع الانفلاميشن؟ يعني دلوقتي الانفلاميشن ده يعني خلاص قلنا الانفلاميشن تفاعل الجسم مع جسم غريب دخل ايه فيه. الهدف منه بنتخلص من الجسم الغريب، بنخف السموم اللي دخلها الجسم الغريب، ونعد الانسجه لانها ايه تبدا ترتب نفسها تاني وترجع نفسها زي ما كانت. بقى موضوع اسمه ريبير، ماشي. الاسباب قلنا ممكن تبقى كيميكال، ممكن فيزيكال، ممكن حاجات بكتيريا فانجس بتاع، ماشي تمام. طب انواع الانفلاميشن، قال لي والله بص هو ممكن يبقى اكيوت، التهاب حاد اكيوت انفلاميشن، ممكن يبقى كرونيك مزمن، او حاجه بين البنين، لا هو حاد ولا مزمن، يعني يشمع يعني في خصائص من الحاد وخصائص منين من المزمن، بيسموه سب اكيوت. ممكن يبقى اكيوت انفلاميشن، ممكن كرونيك انفلاميشن، او سب اكيوت انفلاميشن. طيب تدون نفرقهم ازاي عن بعضهم، يعني بالنسبه ايه اكيوت ده وايه كرونيك، امتى اقول ده اكيوت؟ الاكيوت بيبدا بسرعه يعني فجاه، سادن اونست، بدا ازاي وقعد قد ايه، يبقى في اونست وفي ديوريشن، ماشي. اونست وديوريشن، قال لك الاكيوت بيبدا فجاه ماشي ويقعد فتره قصيره، يعني مثلا تبقى داخل تاخد دش ولا بتاع ماشي، وبعدين طلعت تعرضت لتيار هواء بارد ولا بتاع، طبعا الهواء بقى جوه في الحمام دافي شويه، فجاه عطست بتاع رشح مفيش، هتلاقي في خلال مثلا ساعه ولا اتنين خلاص جالك بدات اعراض البرد دي تجي لك. بيخف قد ايه البرد ده؟ قال لك والله اسبوع، اخره اسبوع يعني، ماشي. يقول لك حتى بيقول لك كده ايه، بيقول لك ان البرد ده تعالجه لو خدت له علاج يخف اسبوع، ما خدتلوش علاج يخف 7 ايام. هي قصدي يعني، يعني هو ايه، هو كده كده ايه اسبوع يعني. فيبدا سادن فجاه اونست، بدا ازاي قعد قد ايه اسبوع ماشي، بالكتير اسبوعين. طب طول اكتر من اسبوعين يبقى بقى دخلنا في الكرونيك بقى ماشي، يبقى ده ده قلب بمزمن بقى بعد كده، تمام كده. ده بالنسبه للايه للاكيوت، بيبقى سادن اونست وشورت ديوريشن ماشي، يعني من ساعات لفيو دايز، يعني قلنا ماكسيمم ممكن يقعد اسبوعين خلاص كده. ده بالنسبه للاكيوت ايه انفلاميشن، تمام. طبعا بيتميز بوجود خلايا معينه بيسموها مشهوره، او الخلايا دي اسمها بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس، نوع كده من الخلايا، الخلايا دم بيضاء. ايه البوليمورف دي؟ كلمه مورفولوجي يعني شكل، كلمه بولي يعني متعدد. طب هي خلايا متعدده الاشكال، هي الخلايا اللي قدامكم دي شايفينها دي، دي من نوع من خلايا الدم البيضاء او الليوكوسايتس. بتلاقي الانويه بتاعتها ايه اشكالها مختلفه كده، الانويه عباره عن فصوص كده بمنظر ده، فطبعا ديت غير دي ماشي، مع ان هم نفس الخليه فسموها ايه خلايا متعدده الاشكال، اسمها بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس، اللي هي الخلايا دي اشهر خليه موجوده فين في الاكيوت انفلاميشن او في التهابات الايه الحاده، سريعه جدا في الاستجابه بتاعتها للايه للايريتنتس ماشي تمام. عربيات دوريات سريعه جدا شرطه يعني من اسرع ما تتخيلوا، تمام. دي اسمها البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس، وطبعا ليها حوار معانا وكلام ان شاء الله بعد كده في الايه في ريسبونس للاكيوت انفلاميشن. ده بالنسبه للاكيوت، يبقى بدا فجاه قعد فتره قصيره لا تتعدى الاسبوعين، والخلايا اللي بتميزه اسمها بوليمورف نيوكليير ايه ليوكوسايتس. طب الكرونيك يبقى العكس بقى، يبدا ايه جراديوال، يعني مثلا على سبيل المثال المرض البلهارسيا مثلا، كويس. هو معلش طبعا بيقول لك بينزل الترعه ومش عارف فيه الباراسيت يخترق الجسم بتاع الجلد، وبعدين يبدا يخش على الدم، وبعدين يروح على الجهاز الهضمي او المثانه. هل الكلام ده بيحصل في يوم وليله؟ بيقعد شهور وسنين، تمام كده. طب بدا ازاي؟ يعني بتبدا الاعراض تظهر جراديوال بالتدريج ماشي، كلام جراديوال ايه اونست، تمام كده. يبقى بدا بدايه بتاعته بالتدريج ماشي، مش بدا فجاه مره واحده كده، وقعد فتره طويله جدا ممكن يقعد لسنين، تمام كده، ممكن يقعد لايه لسنين. طب ده هو في برضه الكرونيك ده، في حاجه عايز اقول لكم عليها، انا ممكن يبدا اصلا كرونيك، يعني هو طبيعه المرض كرونيك من البدايه، او ممكن كان اكيوت وما تعالجش كويس، او بدا يتكرر كتير وقلب بايه بكرونيك. يعني هقول لكم على سبيل المثال، واحد عنده التهاب في الجيوب الانفيه، معروف ان بدايه الالتهاب في الجيوب الانفيه ده التهاب حاد سخونيه وبتاع ورشح ونيله ماشي، تمام كده. بيبدا بالتهاب بالاول في العادي في المناخير كده، تمام كده، رشح وبتاع، وبعدين يبدا يمتد للجيوب الانفيه، تمام خلاص خدت علاج كويس للجيوب الانفيه وتمام التمام، هتخف وتبقى زي الفل ان شاء الله، تمام كده.
ما خدتش علاج كويس او بدات ايه تهجص بقى في الايه في العلاج بتاعك، يبدا بقى ايه خفت نوعا ما دلوقتي ده ورجعت تاني، وبعدين تاخد علاج برضو اي كلام تخف شويه وبعد ترجع تاني، ده اسمه ايه ريكارنس، بيرجع يخف ويرجع يخف ويرجع يقلب كرونيك بعد كده، تيجي بقى في حاله خلاص تديها مهما تديها علاج مفيش بقى خلاص، يبقى عنده ايه التهاب مزمن في الجيوب الانفيه، وده مالوش علاج غير عمليات بقى، يبدا يفتحوا له وينضفوا له الايه الجيب الانفي نفسه من الصديد والفتحات بتاعته ايه تتسلك وكده. ده بالنسبه يبقى ممكن يبقى الكرونيك من البدايه بتاعته، او كان اكيوت وقلب بايه وقلب بكرونيك، يعني كان اكيوت انفلاميشن ما اتعالجش كويس او بدا يتكرر كتير وراح قلب بايه قلب بكرونيك، فهو جراديوال اونست ولونج ايه ديوريشن، تمام كده. ده بتكلم على هو الكرونيك من البدايه. طب ايه الخلايا بتاعته؟ في خلايا كده مميزه طبعا، مش حاجه ثابته، بس يعني ايه ده الاساسيات بتاعته، في نوع كده من الخلايا اسمها ليمفوسايتس، دي برضو خلايا دم بيضاء، في نوع كده من الخلايا النواه بتاعتها عامله زي عجله العربيه الكارو كده اسمها بلازما سيل، وفي خلايا كده ايه عربيات الزباله الكبيره دي ماشي اسمها ماكروفاج، اللي هو بايه بيبلع اي اجسام غريبه موجوده فين في الانسجه. طبعا نتكلم برضو عنها بالتفصيل في انواع الكرونيك ايه انفلاميشن. يبقى في دلوقتي في بالنسبه للخلايا، طبعا كل دي خلايا دم بيضاء، خلايا دم بيضاء المشهوره في الاكيوت اللي هي عربيات الشرطه الدوريه السريعه اللي هي البوليمورف نيوكلير ايه ليوكوسايت، خلايا الدم البيضاء المشهوره في الكرونيك انفلاميشن في حاجه اسمها ليمفوسايت ماشي، في بلازما سيل، وفي نوع كده اسمه ماكرو ايه ماكروفاج ده. طب وبقى السب اكيوت قال لك في يشمل خصائص الاكيوت، وفي بعض خصائص من الاكيوت وبعض خصائص منين من الكرونيك ايه من الكرونيك انفلاميشن. ده بالنسبه لانواع الايه الانفلاميشن. التهاب حاد بدا فجاه قعد فتره قصيره يعني بالكتير اسبوعين بالكتير ماشي اخره، الكرونيك بيبدا بالتدريج جراديوال اونست ولونج ايه ديوريشن ممكن يقعد لسنين، تمام كده. وفي قلنا في نوع ثالث اللي هو السب اكيوت، ده بيشمل خصائص من الاكيوت والايه والكرونيك. اخر حاجه النهارده في الفيديو ده هقولها اللي هي النومن كليتشر، ايه بقى اللي هي عباره عن ايه دي؟ عباره عن يعني ازاي الانفلاميشن ده بنسميه ايه، يعني ايه بيسميه ايه دي، يعني مصطلح انفلاميشن مثلا ده بيطلق ازاي يعني او بيتسمى ازاي ماشي، يعني مثلا التهاب في ازاي ده بنحط كده في اخر كل كلمه سافكس، سافكس معين كده يعني اضافه لاخر الكلمه اسمها السافكس ماشي، اسمه ايتس اي تي اي اس، يعني مثلا ابندكس ازاي ده الدودية اسمها فيرمي فورم ابندكس، تونسل اللوز، برونكس شعب هوائية ماشي. بص بقى التهاب في الابندكس ابندسايتس، انفلاميشن اوف تونسل تونسيلايتس، انفلاميشن في البرونكس برونكايتس، اهي شوف بنضيف ايه اي تي اي اس في الاخر، كولون القولون ماشي كولايتس، فدي ايه ايه في المعتاد في الانفلاميشن احنا بنحط ايه نومن كليتشر كده او سافكس بيضاف لاخر الكلمه ايتس ماشي. بس قالك مش دايما يعني في بعض الاكسبشن زي مثلا ايه الغشاء البلوري بتاع الرئه بلورا، اللانج نفسها الانسجه بتاع الرئه نفسها ماشي، طب البلورا قالك بلوريزي، طب في هنا مفيش ايتس بقى، قالك ما هو ايه لكل قاعده شواذ، ودي الشواذ بتاع القاعده بقى، التهاب في البلورا بلوريزي، التهاب في اللانج نفسها في الانسجه برينكما نفسها بتاع اللانج، الانسجه بتاعت اللانج نفسها بيسموه نيومونيا ماشي، مفيش ايتس هنا ولا حاجه تمام كده، يبقى في عندك بلوريزي وفي ايه نيومونيا، يبقى بلوريزي ده انفلاميشن في البلورا، يبقى ده خلف القاعده هنا ما حطيناش الايتس دي في الاخر، بس المعتاد الماوث ستوماتايتس المعده جاسترايتس، طبعا كلها طبعا دي ان شاء الله تدرسوها بالتفصيل بعد كده، بس بقول يعني ايه عاده يعني في نهايه الكلمه بحط كلمه او حروف ايتس دي في اخر ايه اسم الاورجن نفسه ماشي، دي توضح ان في انفلاميشن في الاورجن نفسه، بس يعني مش قاعده عامه، في بعض الاورجنز ما بيحطش فيها الايه او ما بطبقش عليها القاعده دي، وادك مثالين قالك زي البلورا وزي الايه زي اللانج، البلورا بقول بلوريزي مفيش ايتس هنا، ما تروحش تقول بلورايتس مفيش كلام ده ماشي، او لانجايتس مفيش كلام فارغ ده اسمها نيومونيا، اسمها ايه نيومونيا. نشكركم لحسن استماعكم، وان شاء الله الفيديو الجاي نوضح بقى ايه نتكلم على انواع الانفلاميشن الاكيوت بقى انفلاميشن وازاي بيحصل والفينومينا اوف انفلاميشن، ونتمنى ان شاء الله يكون الفيديو مفيد لكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.